بأذكى أساليب السرقة الحديثة، اختفاء 83 مليون دولار من وزارة الصناعة. هو ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، موضحة أن مبلغ 83 مليون دولار مختفية من وزارة الصناعة وما زالت مسجلة ضد مجهول. لكن كيف لمبلغ مالي ضخم أن يفقد من مؤسسات الدولة دون أي أثر أو دليل، خاصة وأن هذا المبلغ تمت سرقته على مدى عدة أشهر متباعدة؟ دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة فجرت خبراً يقارب طنين صوته طنين 83 مليون دولار، إذ بيّنت أن أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل المسؤولين في الوزارة، في حين تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية. وهنا نكون أمام قضية جديدة، وهي أن هذه السرقة لم تتم من خلال موظف أو موظفين اثنين أو حتى من خلال قسم معين، بل إننا أمام عصابة تعمل وفق شبكة متماسكة الأطراف، خاصة إذا ما عرفنا أن مستندات الحسابات الختامية لكل وزارة تشكل هرماً متصاعداً من البيانات والأوراق، إلى أن إخفاء هذه المستندات والحسابات وكل ما يمت لها بصلة يعتبر أحد أذكى عمليات السرقة، والتي تعتمد على شبكة من الموظفين المحترفين بمثل هذه الأعمال، والتي لا يستبعد أن تمتد لتصل إلى شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة العراقية. وهذا أشبه بفيلم من أفلام المافيات المحترفة في سرقة مؤسسات الدول. لكن ألا تذكرنا هذه الحادثة بحادثة مشابهة من حيث الدقة والتنفيذ والعمل الشبكي والهرمي في السرقة؟ حادثة سرقة القرن التي انتشر صيتها على مستوى العالم، والتي وصلت مجموع مبالغها إلى أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي. وعندما تبين أن خيوط هذه الشبكة تصل إلى مستويات رفيعة في الدولة، تمت تغطيتها، لكن كمن يغطي الشمس بمنخل.